طيب دكتور سمير، إصرار إسرائيل على تهجير المواطنين الفلسطينيين من شمال ووسط غزة، ومؤخرا سمعنا الكيان الإسرائيلي خارج وقال أنه لديه معلومات أن الأسرى موجودين فعلا في الجنوب. يعني شايف حضرتك رؤيتك ويعني بما تعلل ما يحدث؟ هذا طبيعي جدا. يعني هو كان يفترض العكس، أي افتراض بالعكس كان سيكون سذاجة. من الطبيعي أن حماس الآن ستوفر في قدراتها البشرية كما قلت، وستنقل معها الرهائن، وبالتالي هل يتطلع الآن الإسرائيليون على اقتحام جنوب غزة؟ باعتقادي إذا كان هذا يصبح انتحارا سياسيا وعسكريا كاملا. أولا لأن في رأيي أنا موقف مصر العربية لا يهتز فيما يتعلق بعدم القبول بالترانسفير وبالتهجير. ثانيا لأن كما قال وزير الخارجية الإسرائيلي يتحدث عن أسبوعين فقط تبقيا للهامش الدولي لكي الأخلاق اللا أخلاقي فلنقول، يعني هناك أسبوعين من اللا أخلاق سمحها لنفسه المجتمع الدولي لكي تحقق شيء إسرائيل، وفي اعتقادي أنها لن تحقق. دكتور سمير، أخيرا السيناريوهات المتوقعة من رؤية حضرتك؟ أنا الحقيقة أركز الآن وأبحث في الوضع في الشمال، في شمال في الحدود الشمالية لإسرائيل. الوضع يحتدم والموضوع تجاوز بكثير احتمالات يعني المناوشة أو حفظ ماء الوجه بالنسبة لحزب الله. حزب الله يعرف يعني إسرائيل وهي تصرح بذلك بوضوح بأنها لن تقبل بعد الآن بحالة الوضع الراهن لحزب الله في شمال حدودها. المستوطنون يقولون بأنهم لن يعودوا إلى القرى الشمالية إلا بعد سحب القوات النخبة لحزب الله، وهو الأمر الذي كان يفترض أن يطبق منذ 2006 ضمن القرار 1701، ولكن اعتقادي حزب الله تجاهل قوات يونيفيل وتجاهل دور الجيش اللبناني وعمليا الان يسيطر، وبالتالي يعني يعرف حزب الله بانه ان الاسرائيليين يفكرون بتغيير الوضع في على حدودهم الشماليه، ويدرك ايضا الاسرائيليون بان الوضع الوقت لديهم محدود في القيام بشيء ما على الحدود الشمالية. وأمام اصطدامهم بالفشل الزريع في غزة، قد يحاول نتنياهو وقيادته العسكرية القيام بعمل ما في الشمال، وبالتالي أنا أعتقد السيناريو الأقرب الآن الذي يجب أن نتابعه هذا. تدرس إسرائيل على اقتحام جنوب غزة، تصبح أقل فأقل يوما بعد يوم تحت ضغط دولي كبير جدا، وأيضا قدرتها على اجتثاث حماس وقدرتها على أن تقوم حتى بإضعاف السلطة الفلسطينية، أصبح الأمر في الضفة الغربية التي هي أيضا بدورها على نار مشتعلة. لذلك أعتقد نحن نجابه مخاطر كبيرة وجدية رغم كل المحاولات الأمريكية للردع وإخماد النار. بشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور سمير التقي، باحث في معهد الشرق الأوسط. شكرا جزيلا لحضرتك.